للمزيد بيسعدنا أن ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ عماد. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ على طول من هذه التحركات الحثيثة جدا والاتصالات ما بين الجانب المصري ممثلا في وزارة الخارجية في السيد سامح شكري وزير الخارجية، ونظيريه الفرنسي ستيفان سيجورني والبريطاني ديفيد كاميرون. كيف ترى هذه الاتصالات والجهود المصرية المستمرة التي لا تتوقف من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن؟ بالطبع يعني مهم كمان الإشارة أنه سبقهم بقليل اتصال مع بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، فبالتالي الجهود المصرية في سباق مع الزمن من أجل إكمال الاتفاق وقف أو الاتفاق الهدنة، لكن هناك أيضا سباق إسرائيلي نحو تفجير الأوضاع، وبالتالي الهدف الأساسي من هذه الجهود هو أن مصر تلفت نظر العالم خصوصا الدول الكبرى الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا، لأن استمرار العدوان الإسرائيلي وإصراره على التوسع وفي رفح واحتلاله معبر رفح من الجانب الفلسطيني من شأنه أن ينسف كل الجهود لوقف إطلاق النار، خصوصا أن هذه الجهود كانت قد اقتربت بالفعل من الاكتمال، وشاهدنا المقاومة الفلسطينية وافقت بالفعل على المقترح الذي وافقت عليه الولايات المتحدة. هذه نقطة في منتهى الأهمية. أمريكا بنفسها وعبر مدير مخابراتها CIA ويليام بيرنز خلال وجوده في القاهرة راجع النسخة ووافق عليها، وكانت الولايات المتحدة وسائل تقول أن هناك كنزا وعرضا سخيا على حماس أن تقبله. في اللحظة التي قبلت فيها حماس الاتفاق إسرائيل نسفت كل شيء وذهبت إلى رفح. نعم. طيب أستاذ عماد، عايزة أتكلم مع حضرتك في نقطة مهمة جدا الحقيقة، جهود الدولة المصرية في الجانب الإنساني وإدخال المساعدات المختلفة من بداية الأزمة الأخيرة من 7 أكتوبر لحد دلوقتي، يعني جهود كبيرة جدا من الدولة المصرية، أكثر من 80% من المساعدات دخلت، ودلوقتي طبعا في أزمة الحالية بعد التصعيد الأخير من الجانب الإسرائيلي. حضرتك شايف إزاي الجهود دي وإزاي أثرت وفي صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ودلوقتي إزاي ممكن يؤثر عدم إدخال المساعدات أو تعنت الجانب الإسرائيلي في إدخال المساعدات من خلال معبر رفح في إحداث مجاعة حقيقية في قطاع غزة؟ ده سؤال مهم، والإجابة أظن عليه أن احنا نعود قليلا إلى بداية العدوان لما كان هناك إسرائيل وعبر أكثر من مسؤول خصوصا يوف جالانت وزير الدفاع قال بالنص لا طعام لا شراب لا دواء لا وقود في اليوم الأول والأيام التالية للعدوان، وإسرائيل أصرت على إغلاق معبر رفح وعدم فتح وعدم إدخال المساعدات. مصر لعبت دور كبير جدا ورفضت إدخال إخراج أي أجنبي خصوصا الأمريكان والأوروبيين وذوي الحملة الجنسيات المزدوجة إلا بعد دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وبالتالي كانت مصر واعية تماما واشترطت هذا الأمر حماية للشعب الفلسطيني. نجحت مصر بعد أسابيع قليلة في إدخال المساعدات وفتح المعبر وانتظامها إلى حد كبير، ويعني الهدف الأساسي طبعا الحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني، لكن أيضا إسرائيل كان عندها هدف معلن وهو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وبالتالي منع المساعدات كان يعني عدم يعني جعل القطاع غير قابل للحياة، وبالتالي دفع الفلسطينيين دفعا سواء طوعا أو كرها إلى الخروج. وبالتالي دخول الإصرار مصر على انتظام المساعدات ودخولها هو إفشال المخطط الإسرائيلي. كلما تمكنت مصر وبقية العالم من إدخال المساعدات كلما كان ذلك عاملا في إفشال المخطط الإسرائيلي. هذه نقطة في منتهى الأهمية. الآن إسرائيل تغلق معبر رفح وأغلقت معبر كرم أبو سالم قبل أيام ولم تدخل أي مساعدات إلى غزة. هذه محاولة إسرائيلية جديدة لإعادة طرح موضوع التهجير، بمعنى أنه حينما يعجز الفلسطينيون عن العثور أو الوجود أي مساعدات إنسانية فقد يفكرون فجرة، والتقارير التي تصدرها الأمم المتحدة والأونروا في منتهى الأهمية في الأيام الماضية.
حقيقي. طيب أستاذ عماد، السؤال هنا على القوى الدولية المؤثرة في هذا الصراع والتي لديها القدرة على الضغط على إسرائيل من أجل تغيير الوضع الحالي. يعني هناك شبه اتفاق عند كل هذه الدول أو هذه الجهات على أنه لا يجب أن تكون هناك عملية عسكرية موسعة أو كبيرة في رفح الفلسطينية، ومع ذلك لم ترضخ حتى الآن إسرائيل لهذه المناشدات. السؤال هو كيف يمكن تغيير هذا الوضع؟ كيف يمكن للسياسة المصرية الخارجية التي تبذل القصارى الجهد الممكن يعني المساهمة في تغيير هذا الوضع يا أستاذ عماد؟ مصر بتبذل جهود كثيرة جدا، وأظن أنها أرسلت رسائل علنية وسرية وذات مضامين مختلفة لكل من يهمه الأمر أن استمرار هذا العدوان يعني سيضر بالمنطقة وسيفجر المنطقة، وليس فقط مجرد أنه يجهد وقت إطلاق النار. فمصر فعلت وتفعل طوال الوقت، لكن في المقابل أيضا علينا ألا نراهن كثيرا على ما يسمى بالقوى الدولية، لأنه هناك فارق ضخم وكبير بين الألفاظ والأقوال وبين الواقع. يعني حضرتك تتحدث عن التصريحات وعما يجري فعلا في الأرواق في الأروقة المختلفة. طبيعة الحال يعني الولايات المتحدة منذ شهور طويلة تقول نرفض اي عمليه عسكريه موسعه بين في رفح، واضع كلمه موسعه بين مزدوجين. ما معنى ترجمه هذا الامر؟ ترجمته ان تدخل اسرائيل تقف تحتل المعبر وتحتل رفح، لكن بطريقه هادئه وبدون ارتكاب عدد كبير جدا. دخلت اسرائيل رفح ولم تصدر الولايات المتحده اي انتقاد لدخول رفح. هي تعارض، وعلينا نعي الفارق، هي تعارض العمليه العسكريه الموسعه، لكن لم تعارض احتلال المعبر، لم تعارض وجود اسرائيل واستمرارها. استاذ عماد، عايز اسال حضرتك تحديدا عن موقف الولايات المتحده الامريكيه، يعني موقف المعلن حاجه واللي بيحصل حاجه، عايز اعرف رؤيه حضرتك ايه لموقف الولايات المتحده الامريكيه فيما يحدث في التصعيد الاخير ومع اسرائيل طبعا. ايضا كمان علينا ان نكون موضوعين، الولايات المتحده القرار الذي اتخذه الرئيس الامريكي جو بايدن بتجميد ارسال شحنه سلاح الى اسرائيل قبل ايام قليله قرار جيد وتغير مهم جدا منذ بدايه العدوان. علينا ان يعني لازم نقول انه ده موقف الواضح، يعني موقف معلن وواضح وحقيقي نقول عليه كده. لا، في السياسه وفي التحركات هناك تناسبيه، هذه انا اقول تجميد صفقه ذخائر عسكريه. أيوة. هذا موقف جيد، لكن علي ان اضعه في سياقه. هل سيستمر هذا التجميد؟ هل سيستمر منع وصول الأسلحة إلى إسرائيل؟ للأسف الإجابة هي لا، لأنه بعدها غالبية المسؤولين الإسرائيل وغالبية المسؤولين الأمريكان انتفضوا ضد قرار بايدن، ورأينا كل قادة الكونجرس وأعضائه غالبية الأعضاء يهاجمون بايدن. أي. قال الرجل بعدها بقليل أنا أوعدت وطلبت من فريقي أن يبذل كل الجهد مع إسرائيل لضمان هزيمة حماس. فبالتالي هو جمد صفقة، قرار جيد وخطوة جيدة، لكن هو المصدر الأساسي للأسلحة، هو الذي ناصر العدوان وهو الذي مول العدوان بالمال وبالسلاح وبالسفن النووية وحملات الطائرات ومنصات إطلاق الدفاع الجوي لحماية سماء إسرائيل. فبالتالي علينا أن نكون ندرك قاعدة مهمة، أن هناك توافقا وتطابقا بين إسرائيل وأمريكا في المجال الحيوي والعلاقة العضوية، وهناك خلاف تكتيكي احيانا بين اداره بايدن وحكومه نتنياهو، وهناك فرق كبير بين المستويين. الولايات المتحده تتعهد بضمان امن اسرائيل وان تكون متفوقه على كل دول المنطقه، لكنها تختلف احيانا ولا اقول دائما مع حكومه نتنياهو في كيفيه تحقيق هذه الاهداف، لانه نتنياهو يريد جر المنطقه باكملها الى الانفجار حتى يحقق هو ومتطرفيه اهدافهم التوراتيه، وفي نفس الوقت يهرب من المساءلة الداخلية. والولايات المتحدة ترى أن تفجير المنطقة قد يضر بمصالحها العليا في صراعها الكبير مع روسيا سياسيا وعسكريا ومع الصين اقتصاديا. نأمل يا أستاذ عماد أن الأمور تهدأ يعني ونصل لاتفاق بين الجانبين. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق.